يعني في قناة عربية وفي برنامج كبير ومع صحفي كبير، قلتي أنا ما عنديش مشكل نكون زوجة تانية. طبعا رأيك يحترم، ما كاينش شي واحد غادي يقدر يول الفكرة من أنك تقبلي أنك تكوني زوجة تانية. واش أول حاجة هذاك الموضوع غير باش نعطيك واحد المعلومة اللي عارفينها غير قليل ديال الناس، هذاك لو سوجي حنا هضرنا عليه في لي كوليس، هذاك لو سوجي واجد من الكواليس، وهذاك الموضوع تهضر عليه في هذاك الحلقة وتهضر عليه في حلقات من بعد. شرحي لي، ما فهمتش. دابا حنا في لي كوليس كنا كنهضروا وتجبد هذا الموضوع، فقلنا صدفة ولكن موجد له؟ لا، في الهضرة، هضرة كتجيب هضرة تجبد هذا لو سوجي. كنا كنضحكوا فقلنا هذا الموضوع هذا غادي يتجبد في وسط الحلقة، وتجبد ايفيكتيفمون في وسط الحلقة ودار ان باز. وفي الحلقات اللي من بعد، الوغ كي هذاك برنامج كبير وما محتاج حتى شي باز، وما محتاج يعني حتى شي واحد يجي ويعطي شي كلمة انه باش مثلا يطلع من حجم البرنامج او القناة او الحلقة. فوالا. وهذاك الموضوع تهضر عليه في جوج حلقات من ورا هاديك. انت مقتنعة بدك الفكرة بصراحة؟ كنت مقتنعة بها. شوفي، لأنه أنا كانت عندي فكرة أخرى. أنا إنسانة دوزت فريتي وعندي ولدي، فكنت كنقول أنه أنا إلى تزوج كنت غادي ناخد واحد الراجل اللي كبر مني، ما غاديش نولاد. كانوا عندي بزاف ديال الأفكار واحد آخرين. دابا أنا تبدلت عندي الفكرة. علاش؟ لأنه تزوج براجلي قدو، يعني كنت نقدر نتزوج براجل اللي غادي يكون كبر مني وربما عنده زوجة أولى. وعنده زوجة أولى، فوالا، عنده إنفان. وضعيتك الاجتماعية داك الساعة كانت قلتي أن ربما أنت ما تقدريش تزوجي واحد ما مزواش، لأنك عندك بيان سور تجربة سابقة وعندك أن ولية تبارك الله كبير. فهذه الفكرة أنك كنت كتهضري على راسك. ربما كنت كنهضر على راسي. أنا ما كنعممش، أنا أي حاجة كنقولها على راسي. انا من النوع اللي ما كنهضرش على غيري، ما كنشوفش راسي انا مثاليه مثلا باش نوض نبدا نعطي في الهضره، نعطي مثلا في النصائح. انا كنهضر على راسي. ما حتى واحد فينا ما كنشوفه مؤهل انه يعطي نصائح اخرى. حاجه واحده اللي نقدر ننصح فيها هو انني نقول لواحد البنت قراي، حاجه واحده. اي حاجه اخرى ما غاديش نعطي فيها نصائح. اذا انت ذاك الفتره كنت مامنه بدك الفكره، مامنه بهذه الفكره، وتغيرتي لانه تزوجت واحد قدي. كان ما تزوجتش هذا كتبقى عندي نفس الفكره. اذا سبحان الله، الافكار ديالنا هي وليده التجارب ديالنا. فوالا، انت تجربتك. ودابا انت تقبلي راجلك يلقى حسن من العسل يلعقو. تيقى في راسك.